خلينا نبدا مع حضراتكم بالحلقه بمجموعه من الاحداث اللي حصلت امبارح، واللي منها تصريحات طبعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، اللي اكد في هذه التصريحات ان المبادره بتعتبر ترجمه حقيقيه لقمه المناخ اللي هتعقد في شرم الشيخ يوم الاحد اللي جاي. كمان امبارح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت بخصوص ظهور حالات اصابه بوباء الكوليرا. كمان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 33 مليار و411 مليون دولار، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتأكيد على أنها ترجمة حقيقية لقمة المناخ اللي هتعقد في شرم الشيخ يوم الحد اللي جاي. وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم بيمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت بخصوص ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا، وأكد المركز على أنه مصر خالية تماماً من وباء الكوليرا، ولم يتم رصد أي حالات مصابة في أي محافظة من محافظات الجمهورية. ده غير أنه مصر عندها برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية بيعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد. امبارح أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ل 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر اللي قبله. امبارح شدد اللواء محمد توفيق وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التموينية، مع استمرار المبادرات الاجتماعية الهدفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم. امبارح وقبل انطلاق مؤتمر المناخ شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على ضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني. امبارح قالت وكالة أسوشيتد بريس إن قمة الأمم المتحدة للمناخ بتعود إلى إفريقيا بعد 6 سنين و4 مؤتمرات متعاقبة عقدت في أوروبا. الوكالة أشارت إلى أن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي COP27 بتعتبر فرصة فريدة لإفريقيا لتمثيل مصالح القارة بشكل أفضل في مفاوضات المناخ. طبعا احنا في صباح الخير يا مصر كان بقالنا فتره مركزين مع هذه المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، وكان بيبقى معانا نماذج من المشروعات التي تقدمت. يعني لما نقول ان احنا تقدم في هذه المبادره من كل محافظات الجمهوريه 6281 مشروع، فده رقم كبير جدا جدا جدا، لانه مش هذا الرقم او هذه المشروعات مش جايه من الناس المعنيين بالعمل على مثل هذه المشروعات، بل ده بيؤكد ان في وعي بهذه الظاهرة وخطورة هذه الظاهرة في كل محافظات الجمهورية. ففي ناس كتيرة أو اشتركت في هذه المشروعات اشترك فيها الشباب واشتركت فيها المرأة بنسبة كبيرة جدا، ونسبة تمثيل المشروعات المرأة من خلال 6281 مشروع 1000 وشوية، بنتكلم في 1045 مشروع من المشروعات الموجهة للمرأة من خلال هذه المشروعات. المبادرة مهمة جدا زي ما اتكلمنا، واحنا قلنا ان في 18، وزي ما تابعنا امبارح في 18 مشروع هم اللي فازوا من خلال هذه المبادرة. باقي المشروعات بتفضل موجودة وابحاثها موجودة ودراساتها موجودة لاي حد عايز يطلع عليها او عايز يطور فيها او انه يقدر ينفذ جزء من هذه المشروعات، فهي متاحة بالفعل للتنفيذ. بالنسبة للمشروعات اللي فازت في هذه المبادرة 18 مشروع هتعرض في مؤتمر المناخ، وهتكون فرصة كويسة جدا لجذب استثمارات لتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع. الجميل في هذه المشروعات إن كل محافظة وهي بتعمل المشروعات بتاعتها كانت بتشوف احتياجها إيه. المحافظات الزراعية بتركز على المشروعات اللي تحافظ على المياه، المشروعات اللي تحافظ على المحاصيل الزراعية، جودة المحاصيل الزراعية، فكل محافظة المحافظات الصناعية
برضو كانت بتراعي البعد البيئي في المشروعات اللي بتعملها. كل محافظة كان عندها مشكلة في حاجة أو عندها نقص في حاجة، من خلال هذه المشروعات كانت بتركز على أن هذه المشروعات تحل المشاكل الموجودة في المحافظة. جزء كبير جدا ومكسب كبير جدا من هذه المبادرة، أنت بتوطن أهداف التنمية المستدامة، أنت بتنفذ، أنت بتجيب حلول مصرية، ونركز على دي كويس قوي، بتجيب حلول مصرية لأزمة التغيرات المناخية العالمية، حلول مصرية وحلول فعالة ويمكن تطبيقها ويمكن تنفيذها كمان على أرض الواقع. جزء كمان من الموضوع، جزء مهم، أنك بتعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، وده توجه مصر وتوجه العالم كله نحو التكنولوجيا. مشروعات عديدة لما نتكلم عن الشراكة، شراكة بين المحلية والدولية، أنت بتعمل مشروعات هنا وبتعمل دراسات هنا وبتعمل أبحاث هنا، وفي نفس الوقت في إمكانية لتنفيذ هذه الأبحاث من خلال جهات التمويل اللي هتكون حاضرة في قمة المناخ. والجميل كمان أنه يكون عندك قاعدة بيانات، هيكون عندك قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء في مصر، فتقدر من خلالها أنت تعمل خريطة للمشروعات الخضراء في مصر زي ما أنت عندك خريطة صناعية. عدد المشروعات اللي تقدمت زي ما قلنا 6281 مشروع، منها مشروعات كبيرة 688، أما المتوسطة 1215، المشروعات المحلية 889، مشروعات للشركات الناشئة 655، أما المشروعات الخدمية والغير هادفة للربح في 1789، وزي ما قلنا المشروعات المرأة بألف أو حوالي 1045 مشروع. من ضمن المحافظات اللي فازت وكانت من ضمن 18 مشروع هي محافظة الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد رغم صغرها أو قلة عدد سكانها، أقل عدد سكان موجود في محافظة محافظات الجمهورية، لكن طبعا هي الأكبر مساحة في محافظات جمهورية مصر العربية كلها، لأن هي قدمت عدد كبير من المشاريع، قدمت 157 مشروع وفازت بمشروع اسمه القرية المستدامة. وزي ما قلنا أن هم بيتوجهوا للتوسع في استصلاح الصحراء، فبدأوا يشوفوا إيه المعاناة اللي موجودة عندهم، إيه المشاكل اللي بتواجههم، طبعا بهدف دعم صغار المزارعين في حل مشاكل المياه والطاقة والغذاء. ده بالنسبة للمبادرة. جزء كمان مهم زي ما تابعنا من خلال هذا التقرير، أن مصر خالية تماما من الكوليرا، مصر ما فيهاش حالة واحدة من الكوليرا. طبعا احنا عرفنا خلال الفترة اللي فاتت تحذيرات من منظمة الصحة العالمية نتيجة انتشار وباء الكوليرا في العديد من الدول زي سوريا ولبنان وباكستان وغيرها من الدول، لكن مصر الحمد لله ما عندناش ولا حالة. بدأت الإشاعات وبدأ الكلام يكتر ان احنا عندنا الكوليرا، بدأت في حالات كوليرا في مصر، لكن الحمد لله احنا عندنا وحدة للرصد والتتبع، فمتأكدين احنا حتى الآن الحمد لله ربنا يحفظنا رب ما عندناش حالات إصابة بالكوليرا. كمان وزارة الصحة عملت مجهود كبير جدا في انها وزعت دليل استرشادي على المستشفيات لكيفية الوقاية من الكوليرا وتوضح أعراضه، لأنه طبعا مرض معدي، فبتوضح أعراضه وكيفية الوقاية منه. في الحالات اللي زي دي بنتتبع كمان المخالطين للحالة، وسريعا كده الكوليرا بيجي نتيجة تناول مياه ملوثة أو غذاء ملوث، وأعراضه إسهال شديد وطبعا ضعف في الجسم وحالة من الجفاف في الجسم، فبتؤدي إلى فقدان السوائل في الجسم فتؤدي إلى الوفاة. لكن بهذا الدليل الاسترشادي الوزارة وزعته، وأن يكون في وعي بالكوليرا، إيه هو الكوليرا وإزاي نتعامل كمان مع هذا المرض لا قدر الله لو حد جاله، ده مهم جدا لأنه بيقلل نسبة الوفيات إلى أقل من 1% لو الحالة أو المصاب أو المريض خد العلاج في الوقت المناسب. فربنا يحفظنا يا رب جميعا. لكن حتى الآن بيان واضح من وزارة الصحة أنه إحنا ما عندناش أي حالات للإصابة بالكوليرا في مصر. نروح لجولة المحافظات، في مجموعة كبيرة برضو من الأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي منها انطلاق حوار مجتمعي حول المشروعات، مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في قرى كفر الشيخ، وتوريد تقاوي القمح وتسليمها للمزارعين في مطروح بتخفيض 50%، بالإضافة إلى تنفيذ 5 مشروعات ثقافية بتكلفة وصلت 149 مليون جنيه في البحيرة، وأخبار تانية من محافظات تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بني سويف اللي بتتواصل فيها فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المكترات الصغيرة. الحملة بتنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، وقدرت لحد دلوقتي تحصن أكتر من 27 ألف رأس من الثروة الحيوانية.
في الإسكندرية أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة أنه بلغ عدد المستفيدين من الأنشطة التوعوية والتثقيفية خلال اليومين الأول والثاني من القافلة الطبية الشاملة ببشائر الخير حوالي 2270 مواطن. في الفيوم أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة استكمال دعمها للأطفال الأيتام، وده من خلال مبادرة كفالة صحية واللي بتوفر كفالة وعلاج بالمجان للطفل اليتيم في أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة. في كفر الشيخ نظمت مؤسسة حياة كريمة حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري لأهالي قرى وعزب مركز سيدي سالم للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في المرحلة الثانية. في مطروح وجه المحافظ اللواء خالد شعيب مديرية الزراعة بالمتابعة المستمرة لتوريد تقاوي القمح اللي بتوفرها وزارة الزراعة بتخفيض 50% وتسليمها للمزارعين وفق الضوابط المعمول بها. في البحيرة أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إن قطاع الثقافة بالمحافظة شهد تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 149 مليون جنيه، وتم الانتهاء بالفعل من 4 مشروعات هم قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة وادي النطرون، المركز الثقافي بكوم الحاصل بالدلنجات، ومكتبة كفر الدوار العامة، وجاري العمل بمشروع قصر ثقافة أبو المطامير وهيتم الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة أنه تم فحص أكثر من 96 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة واللي بتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين. في الأقصر تم انطلاق فعاليات ملتقى النيل الدولي للفنون تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وده ضمن احتفالات مصر بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بمشاركة 30 فنان من 6 دول أجنبية. في المنيا اختتمت مكتبة مصر العامة فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بقرى حياة كريمة بالمحافظة، واللي بيستهدف نشر الوعي الثقافي والمعرفي وتوصيل الخدمة المكتبية والتثقيفية ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.